اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن بروتوكول اللي هو بروتوكول الاس تي بي. ومثل ما تعرفون احنا بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن البروتوكول وطبقنا مثال انه الارتباط بين السويتشين، وعموما انه تحدثنا عن هذا البروتوكول اللي هو ضمن سلسله المحاضرات اللي تقيمها اكاديميه الشبكات سيسكو في جامعه تكريت. وقلنا بان هذا البروتوكول هو من البروتوكولات اللي تعمل على الطبقه الثانيه اللاير 2، ويعمل ضمن سلسلات سيسكو جامبر وهواوي، كلها تعمل عليها البروتوكول. متى قلنا يعمل هذا البروتوكول؟ يعمل بحاله وجود اكثر من سويتش مرتبط باكثر من لينك. يعني اذا كان عندي سويتشين مرتبطه بلينك واحد ما راح يعمل عندي هذا البروتوكول اللي هو شنو الاس تي بي بروتوكول، فقط يعمل بحاله انه اذا كان السويتشين متصلات باكثر من لينك، فبهاي الحاله انه راح يتفعل عندي هذا البروتوكول. وذكرنا انه بالمحاضره السابقه ذكرنا بان يرسل رساله اسمها البي بي دو، يرسل رساله اسمها البي بي دو. هذه الرساله اللي هي مختصر البي بي دو هي مختصر البريدج بروتوكول داتا يونت. هذه تحتوي على او يعني تبين حاله السويتش، هذه الرساله تبين حاله السويتش فيما اذا كان هذا السويتش يعني شغال، وشنو البورتات، حالات البورتات، شنو حاله السويتش، هل هو روت بريدج، هل هو نان بريدج بالنسبة لهذه الرسالة. قلنا هذه الرسالة تحتوي على أقسام، ومن أهم أقسامها هي البريدج آي دي. وقلنا هذا البريدج آي دي من خلال القيم اللي يحتويها والفيلدات اللي يحتويها ممكن أنه نحدد من بداية من الروت بريدج ومن النان بريدج. يعني أول ما يعمل، خلينا نرجع ونقول أول ما يعمل الاس تي بي، أول ما يعمل أنه بحالة أنه ارتباط سويتشين بأكثر من لينك أو ارتباط ثلاث يعني سويتشات، أول ما يختار أول خطوة يقوم بها يحدد الإيش، يحدد الروت بريدج ومنو النان بريدج، منو البريدج، منو السويتش الرئيسي ومن السويتش اللي هو يعتبر احتياطي، من السويتش احتياطي. طبعا بغض النظر عن حالات البورت اللي احنا قلنا اول بدايه تكون اللون البرتقالي للبورت اللي يعني تمثل، قلنا اول بدايه تمثل مجموعة من الحالات اللي هي الليسنينج واللي هي الليرنينج واللي هي الفوروردينج واللي هي الديسيبل. بالبداية بلوك احنا نقول عليها، وقلنا بالليسنينج هو يتحسس حالة المنفذ اذا كان هو اكسس او اذا كان ترانك. بالليرنينج راح انه يعلم السويتش اذا كان ديفايس متصل بيه، وكان الاكيد بهاي الحاله البورت يكون اكسس، يعلم الماك تيبل بان هذا الحاسوب هو متصل، الماك مالته يسوي له ابديت على الماك تيبل. وقلنا انه بالفوروردنج انه يكون البورت متهيئ لعمليات الارسال والاستلام. هذه قلنا انه كيف انه بالخطوه الاولى، هاي بالنسبه لحالات البورت قلنا، لكن كيف انه يتم تحديد انه هل ان هذا السويتش هو روت بريدج وهذا السويتش اللي هو سويتش اساسي وهذا البريدج، هذا العفو السويتش هو سويتش احتياطي؟ كيف؟ قلنا من خلال ايش؟ من خلال البي بي دو، ومن خلال وضمن هذا البي بي دو اكو شيء اسمه البريدج اي دي. وهاي البريدج اي دي تقسم الى قسمين، تحتوي على البريدج برايورتي اللي هي الاولويه، وتحتوي على الماك ادريس. وقلنا انه من خلال هاي القيمتين يتم تحديد شنو؟ يتم تحديد هل انه هذا السويتش هو رئيسي او احتياطي اللي هو نان بريدج. كيف انه يتم ذلك؟ انه يجي يقرا البريدج برايورتي، هاي القيمه اللي موجوده داخل السويتش يجي يقراها. واحنا ذكرنا انه قلنا هاي القيمه هي تتراوح بين الصفر الى 32535، هذه تتراوح ويجي يقراها. اي سويتش يمتلك اقل قيمه بالبريدج برايورتي ضمن هذا الفيلد ينتخبه او يختاره كروت بريدج، كسويتش رئيسي. هاي اول خطوه انه يحدد السويتش الرئيسي، يعني بغض النظر عن الحالات مال البورت شلون يتحول الى
برتقالي ولحد ما انه يصير فوروردنج يعني بورت. لا، بالبدايه هو يحدد انه هل انه هذا السويتش هو رئيسي او احتياطي. وذكرنا اذا كانت البريدج برايورتي كانت متساويه ايش راح يسوي؟ راح يتحول على الماك ادريس ويختار السويتش يمتلك على اقل ماك ادريس. على اقل ماك ادريس راح يعتبره هو شنو؟ يعتبره هو السويتش البريدج الرئيسي، والبقيه تعتبر سويتشات احتياطيه. واخذنا ملاحظه، قلنا اي بورت مرتبط، اي بورت مرتبط بالسويتش الرئيسي، يعني السويتش هذا اذا كان رئيسي البورتات مالته نسميها ديزاينيتد بورت، نسميها ديزاينيتد بورت. والاس تي بي بورت لها حالات، يعني البورتات لها حاله، اما تكون ديزاينيتد بورت، اما تكون روت بورت، واما تكون بلوك بورت، يعني هذه دائما يصير عليها بلوك. قلنا اذا هو وظيفه الاس تي بي شنو؟ لمن يحدد الروت بريدج، ولمن يعني يتحسس خلينا نقول المنافذ، ومن يرسل البي بي دو، شنو وظيفته الاساسيه؟ انه يمنع عمليات اللوب، يمنع عمليات اللوب. احنا بالمثال السابق اخذنا سويتشين مرتبطات باكثر من لينكس. حاليا راح ناخذ بهذا المثال راح ناخذ ثلاث سويتشات مثل ما تشوفون، ناخذ ثلاثه سويتش، يعني يكون المثال شوي اكثر تعقيد. ثلاثه سويتش وراح نجي نسميها هذه على مود توضح عندنا، سويتش 1، وهذا راح نسميه سويتش 2، وهذا راح نسميه سويتش 3 مثل ما تشوفون. هنا لما نجي نربط هذه السويتشات، هاي السويتشات لما اجي اربطها راح تلاحظون انه تبلش عندي شنو؟ تبلش انه عمليات هذا اللي تشوفون اللون البرتقالي، كنا هذه حاله البورت. اول بدايه انه كان بلوكينج، وراها تصير عمليات الليسننج، وراها تصير عمليات شو يسمونها؟ عمليات الليرنينج، وراها يتحول الى حاله الفوروردينج. واذا كان هو بلوك راح تشوفون انه بما اني صار عندي دائره، يعني بما انه انا صارت عندي دائره الرابط مالتي مال الوايرات، بهاي الحاله انه انا شنو عندي؟ بهاي الحاله انه اني راح يتفعل عندي الاس تي بي بروتوكول، يتفعل عندي الاس تي بي بروتوكول. وقلنا يعني انه هذه الحالات اللي هي المنافذ اللي هسه لون برتقالي ولون اخضر، كل وحده منهن لها وقت، كل وحده منهن لها وقت. يعني دائما انه عندي البلوكينج تقريبا ياخذ وقت ايش قد؟ 30 ثانيه حتى يستقر المنفذ. واذا كان ليسننج ياخذ 15، وقلنا بالليسننج هو يحدد صيغه البورت، هل انه هو اكسس او ترانك. وراها يحدد الليرنينج، تتحدى هم 15 ثانيه ياخذ. ونجي بعدها انه الحاله اللي هي بها الديسيبل، العفو الفوروردنج، وتجي حاله الديسيبل. مثل ما تشوفون هنا، بما انه انا ربطت ثلاثه عندي سويتشات ربطتهم بلينكس، تلاحظون انه واحد من البورتات عندي هو بلوكينج. كيف انه صار هذا بلوكينج؟ ومن هو الروت بريدج؟ من هو السويتش الرئيسي؟ من هو السويتش الرئيسي بهذا، خلينا نقول بهذا التوبولوجي؟ من هو السويتش الرئيسي بهذا التوبولوجي؟ خل نكتب مفاهيم نسطرها يمنا، نكتبها في سبيل انه شنو؟ في سبيل انه ما ننسى. وكذلك هاي تفيدكم اس تي بي، هذا بروتوكول، وكذلك انه نتحدث عن الاس تي بي، العفو الاس تي بي بورت. عندنا الاس تي بي بورت قلنا له ثلاث حالات، ديزاينيتد بورت وروت بورت، وعندنا البلوك بورت. هاي بالنسبه لايش؟ بالنسبه لحالات البورت. راح نيجي نشوفها ونحددها وين؟ نحددها على الخصمه، نحددها على السويتشات بعد ما يعني يتم تحديد هذا السويتش از خلينا نقول روت بريدج واز نان بريدج. فهنا راح نيجي نشوف انه يا سويتش من هذه السويتشات يا سويتش من هاي السويتشات راح يكون روت بريدج. فخل نكتب انه حالات السويتش، يعني السويتش ستيتاس
عندنا حالتين للسويتش، اما يكون هو روت بريدج او يكون شنو عندي او نان بريدج. يعني اما اللي هو يكون سويتش رئيسي او ان يكون سويتش شنو او يكون سويتش احتياطي. وقلنا من خلال شنو كيف انه يتم تحديد هذه هل هو رئيسي او احتياطي، يتم من خلال رساله نسميها البي بي دو، بي يعني بريدج، بي يعني بروتوكول داتا يونت. هذه تحتوي على فيلد، تحتوي على شنو؟ تحتوي على فيلد هذا الفيلد اسمه شنو؟ البريدج اي تي، البريدج اي دي. وهذا البريدج اي دي يتكون من ايش؟ يتكون من قسمين، القسم الاول اللي هو شنو؟ البريدج برايورتي، البريدج برايورتي. والقسم الثاني اللي من خلاله يحدده هل انه هو خلينا نقول سويتش رئيسي او احتياطي، هل انه هو روت بريدج اللي هي الماك ادريس، وراح نيجي نشوف. هنا بالمثال السابق احنا اخذنا سويتشين حاليا، قلنا كيف انه اول خطوه يحدده، كيف يحدد هذا سويتش رئيسي لمن يشتغل عندي الاس تي بي وهذا سويتش احتياطي، كيف؟ قلنا من خلال البريدج برايورتي ومن خلال الماك ادريس. خلينا نجي نشوف هنا، نشوف هذا السويتش، السويتش رقم واحد. خلينا نجي ندخل على ال اي مالته وندخل على هنسوي له شو سبانينج تري مثل ما شوفوا هنا. هنا البرايورتي مالته ايش قد؟ البرايورتي البرايورتي مالته 32769 البرايورتي البريدج اي دي. خلينا نجي نخليها هنا في سبيل انه كل واحد انه نخلي له البرايورتي مالته، البرايورتي هاي مالته. وراح نجي نخلي الماك مالته، الماك مال الادريس مالته هذا هم نجي نخليه وياه. هذا الادريس مالته. اذا صار انا عندي شنو؟ صار انا عندي الـ هذا السويتش القيمه مال البرايورتي امامي، وصار عندي شنو القيمه مال الماك ادريس امامي. نجي على السويتش الثاني. طبعا اكو ملاحظه يعني تهمني، بما انه انا شفت البورتات مالته اثنيناتهن ديزاينيتد، يعني البورت مالته الواحد والاثنين بما انه اثنيناتها ديزاينيتد اوتوماتيكيا نقول عليه هذا روت، وهنا يباعوا this bridge is the root. يعني احنا مباشرة انه عرفنا، بس كيف انه هو حدا؟ هو هذا السؤال اللي يعني من شفنا اثنينات designated، احنا قلنا السويتش الرئيسي، السويتش الرئيسي انه دائما البورتات مالته لما نجي نسوي له show spanning tree البورتات مالته اثنين هن يكون designated، ونلقي هذا العبارة this bridge is the root، يعني هو الرئيسي والبقية هي سويتشات احتياطية، والبقية هي سويتشات احتياطية. لكن نريد نعرف كيف تم التحديد هذا كرئيسي. نجي على السويتش الثاني، السويتش الثاني نسوي له show spanning ونخلي القيم مالته show. هنا مثل ما تشوفون البرايورتي مالته نقلناها، البرايورتي مالته هنا نقلناها، جيد هنا البرايورتي نقلناها. ونجي ننقل ايش؟ ننقل الماك ادريس مالته حتى في سبيل اشوفكم كيف انه تمت عمليه اختيار هذا السويتش. الماك ادريس مالته ايش قد؟ وهنا
البورتات مثل ما شوفوها، واحد ديزاينيتد وواحد روت، وراح نجي نشرح هذا كيف انه صار روت. هذا معناها يقابل المنفذ اللي يقابل الروت بريدج، المنفذ اللي يقابل الروت بريدج هذا دائما، ويتم اختياره على اقل كوست. وراح نجي نقول لكم شنو هو الاي اس تي بي، يعني او شنو الكوست بالنسبه لللينكات، راح نجي نحددها، وحددناها بالمحاضره السابقه، لكن للتذكير، انه للتذكير نعرف انه شنو الكوستات. طبعا احنا بوقتها ذكرنا قلنا اكو شيء اسمه اي اس تي بي بورت كوست فاليوز، اللي هي قلنا ال 10 ميجا بت بير سكند الكوست مالتها اذا كان هو كباندوث للكيبل او اللينك، اذا مختارينه من النوع او يربط بين السويتشات 10 ميجا الكوست مالته تكون 100، واذا كان 100 ميجا اعلى الكوست مالته اقل تكون 19، واذا كان 1 جيجا الكوست مالته تكون اقل 4، واذا كان 10 جيجا الكوست مالته تكون 2، وراح نجي نكتبهم طبعا هناي. فبهاي الحاله انه هذا الروت دائما يختار المنفذ اللينك اللي قابل الروت بريدج، اللي هو يكون اقل شنو، اقل كلفه، اقل كلفه. نجي هذا ننسخه وين نخليه، كذلك انه نخليها قيمه في سبيل انه نحدد الماك مالته، نخليها حتى تشوفون انه كيف انه تمت عمليات الاختيار، كيف انه تمت عمليات الاختيار. هذه بالنسبه للسويتش الثاني، نروح على السويتش الثالث، نروح على السويتش الثالث وكذلك نسوي له شو سبانينج. مثل ما تشوفون هنا البرايورتي مالته نسخناها البرايورتي، البرايورتي نسخناها، بقى عندنا شنو الماك ادريس مالته نسخناه، وجينا هنا خليناه. هسه بناء هسه خلينا كل سويتش، خلينا البرايورتي مالته والماك ادريس مالته الفيزيكال ادريس. راح يجي بدايه لما راح يشتغل الاي اس تي بي بروتوكول في سبيل ان يحدد هذا السويتش، هو كبدايه كخطوه اولى هو روت بريدج، لو هل هو سويتش رئيسي روت بريدج، لو نان بريدج، لو سويتش احتياطي، كيف يجي يشوف البرايورتي. هنا البرايورتي مال السويتش الاول 32000 و700 وش قد و69. وقبل لا ندخل قلنا هاي القيمه دائما البرايورتي، هاي القيمه البرايورتي تاخذ، العفو، هذه القيمه ايش قد تاخذ؟ تاخذ من صفر الى ايش قد؟ الى 65536. هذه شنو قيمة، شنو قيمة البريدج برايورتي، واضح؟ قيمة شنو؟ قيمة البريدج برايورتي ياخذها الى 35، العفو مو 36، هاي قيمة البريدج برايورتي. يعني فهنا كانت البريدج برايورتي هنا 32769، هنا نفس القيمة هنا. فبهاي الحالة انه بما انه البرايورتي مال كل السويتشات متساوية، راح ينتقل للماك باعتبارها متساوية. يعني لو كان هذا أقل أو هذا أقل، راح هذا يعتبره هو السويتش الرئيسي. فبما أنه لقى البرايورتي متساوية، راح يتحول على الماك، يجي يشوف الماكات هنا. شوفوا هنا الأول، خلينا نقول أول جزء بالماك هنا 7، هنا أي اللي هو 10، هنا 30 اللي هو داخل العفو 3، يعني 0.3، وتشوفون القيم مالتهم هنا. لما نجي نحسب هاي القيم مالتهن، نلقى انه هذا الماك هو اقل قيمه. يعني كيف اقل قيمه؟ يعني لما نجي كقيم دي اقل قيمه، يعني شلون؟ يعني مثلا عندي هاي الماكات 3، هاي الماكات 3 هيك حتى تكون واضحه لكم، هذا ماك وهذا الماك. وهذا ماك.
أيهما أقل؟ هو أول ماك، أول ماك هو الأقل، هذا رقم واحد، وهذا أعلى ماك. فهو هيك يجي يحسب القيم اللي بيه، فهنا بما أنه هو هذا أقل ماك فراح يختار شنو؟ يختار أنه هو هذا يكون شنو؟ روت بريدج، روت بريدج. والبقية ايش راح تكون؟ البقية نان بريدج، نان شنو؟ بريدج. هاي راح تكون شنو؟ نان بريدج. هنا بعد ما حدد انه هذا روت بريدج وهذا نان بريدج، هاي الاثنين، يجي يحدد البورتات. احنا قلنا قاعدة انه البورتات، هذا البورت اللي هو شقد 01، والبورت اللي هو الثاني اللي مرتبط بالسويتش الثالث 02. هذه بما انه هي مرتبطة بالروت بريدج اللي هو السويتش الرئيسي، يعني اثنينهم راح يكونون ديزاينيتد بورت، اثنين راح يكونون شنو؟ ديزاينيتد بورت، واضح؟ هذا ديزاينيتد بورت، وهذا راح يكون شنو؟ ديزاينيتد بورت. ليش؟ لان مرتبط بايش؟ مرتبط بالروت بريدج. راح تبدي البورتات الاخرى. هذا البورت اللي هو شقد، اللي هو البورت 01، هذا اللي هو اكيد انه راح هو قياس على الكلفه راح يختاره. احنا وين لما جينا قريناه ايش قد طلع القيمه مالته بالشو؟ لقينا انه الصفر واحد هو روت، هذا روت بورت. ليش قلنا؟ لانه هو راح يجي اقل، وراح نجي نشوف شنو هو الروت بورت. هذا شنو هو الروت بورت هذا. والبورت الثاني كان شنو هو؟ هاي العفو يا سويتش، السويتش 2 اي كان ديزاينيتد بورت، وهذا كان شنو؟ كان ديزاينيتد بورت. ديزاينيتد شنو بورت هذا؟ هذا روت، لاني قابل الروت بريدج، والمفروض يكون اقل كلفه. اقل كلفه، كيف انه اقل كلفه؟ راح نجي نذكر الكلف احنا هناي. السويتش الثالث البورتات مالته شنو؟ اللي على الصفر واحد راح يكون روت، هذا السويتش الثالث، وعلى الاثنين، على البورت اثنين راح يكون بلوك، راح يكون بلوك. راح نجي نشوف هذا اثنين، هذا بلوك وهذا شنو؟ واحد، هذا راح يكون روت، واضح؟ راح نجي هنا نحدد البورتات، هذا روت بورت وهذا بلوك، بلوك بورت. يعني بلوك شنو؟ بلوك شنو يعني؟ يعني هذا متوقف مؤقتا، يحتاج شقد حتى يشتغل بحالة انه فقد عندي لينك هناي؟ شقد يحتاج؟ هذا يحتاج 30 ثانية حتى يشتغل هذا. يعني اني لمن اوخ، يعني منا ازيل واحد من هاي اللينكات، احسب 30 ثانية هذا يصير لونه اخضر، معناها انه اشتغل عندي. ليش؟ اذا هو ما راح يتوقف، ياخذ حالة ستاند باي يعني، لكن يعني العفو يتوقف بحالة الستاند باي في سبيل انه يمنع عندي دوران، شنو الدوران مال البيانات. وراح نجي نشوف هنا بالسلايدات شنو المشاكل اللي هو هنا ضمن هاي سميناها الماك داتا بيس انستابيليتي والبرودكاست ستورمز والمالتيبل فريم ترانسميشن. راح نجي انه ناخذ كيف انه بحالة انه حدث عندي شنو اللوبز، يعني هنا بحالة اللوب ضمن الريدندنسي، طبعا هو حدث الاشيوز وذ لاير 1 ريدندنسي الماك داتا بيس انستابيليتي. راح نجي ناخذ هذه ضمن، راح نفهم انه كيف انه ليش يعني صار عملية بلوك المن لهذا البورت. راح اكو مسألة يعني نتطرق لها، هذا صار تقريبا المثال واضح على الكوستات اللي عندي. احنا اذا كان عندي اللينك مالي 10 ميجا بت بير سكند، الكوست مالته 100
100 كقيمة، وإذا كانت عندي 100 أكثر ميجا بت بير سكند راح الكوست مالته يكون 10، لا 19. وإذا كان عندي الكيبل 1 جيجا بت بير سكند راح يكون عندي الكوست مالته يساوي 4. وإذا كانت عندي 10 جيجا بت بير سكند راح تكون الكوست مالته شقد؟ 2. دائما الروت يختار شنو الأقل كلفة، يعني هذا إذا كان 10، إذا كان هذا العفو إذا كان هذا 2 وكان هذا 4، هو راح يختار الروت باعتباره. زين كيف يعرفه؟ تعرفون عندي أني هذه العشرة ميجا عندي الإيثرنت وعندي الفاست إيثرنت وعندي الجيجا إيثرنت، يعني الانترفيس هي هاي المقصود بها 10، العشرة عند الإيثرنت. يعني من أجي أتحدث هنا أتحدث وكأنما أنا أتحدث عن إيثرنت، إيثرنت يعني انترفيس، وهنا كأنما أتحدث عن فاست إيثرنت، فاست إيثرنت انترفيس. وهنا جاي يتحدث عن الجيجا ايثرنت، ايثرنت انترفيس، وهذه كذلك هذه تعتبر جيجا 10، يعني جيجا ايثرنت انترفيس. يعني هذا المقصود بها شنو؟ هذا المقصود هنا بالكوستات والكلف. راح نجي هنا نشرح انه احنا ليش هذا البروتوكول يسوي، يعني طبعا هذا البروتوكول يشتغل على شنو قلنا؟ يشتغل على اجهزه اللي هي اجهزه هواوي، يعني هذا البروتوكول كي اس تي بي بروتوكول. كي اس تي بي بروتوكول يعمل على اجهزه، يعني الاجهزه سيسكو، ويعمل على اجهزه جامبر، ويعمل على اجهزه هواوي. هواوي هذا بالنسبه لمن؟ هذا بالنسبه لي البروتوكول، يعني يعمل على هذه الاجهزه، مو فقط على اجهزه شنو؟ مو فقط على اجهزه سيسكو اللي هو سبانينج تري بروتوكول. راح نجي انه نشوف الحالات اللي ممكن ان يحدث بها اللوبين، اللوب ان يحدث بها اللوب. هنا ذكرنا انه احنا بالمحاضره السابقه قلنا ذكرنا ثلاث مسائل لللاير 2 لوب اشيوز، قلنا اما ماك داتا بيس انستابيليتي، اما برودكاست ستورمز، او يحدث عندي مالتيبل فريم ترانسميشن. ثلاث حالات. نجي نشرح الحاله الاولى اللي هي ضمن السبانينج تري الاشيوز وذ لاير 1 ريدندنسي الماك داتا بيس شنو؟ انستابيليتي الماك database instability. هنا يذكر هنا مثل ما تشوفون الرسمة اللي أمامكم عندي ثلاث سويتشات مرتبطة، هاي ثلاث سويتشات، ها اللينك ترانك لازم يكون، أو هو الكيبل بيناتهم ترانك طبعا بما أنه أنا عندي لازم في لانز بهاي الحالة طبعا. فهنا يقول لي الإيثر فريمز do not have a time to شنو live، يعني ما تحتوي على فيلد اسمه TTL الايثر فيلد لايك ذا لاير 3 اي بي هيدر، مثل ما اللاير 3 مثل ما الاي بي يمتلك هذا الفيلد. هذا شنو بقيمه؟ كل ما يعبر هوب راح تتناقص هاي القيمه، وبحاله انه يعني انه احنا نقول عليها ضيعت طريقها الباكيت راح انه تتنقص القيمه لحد ما يصير للباكيت دروب. الايثر فريمز ما تمتلك هاي القيمه، معناها تظل هذه تظل يعني مستمره بالدوران، يعني ما لها اكسباير وتنتهي هذا الباكيت اللي هي الايثرنت فريم. This means the ethernet has no mechanism to drop frames that شنو propagate endlessly.
يعني وبهالحاله انه انا ما عندي ميكانيكيه للتوقف، راح تظل ايش وتنتهي الفريم، لا راح تظل بحاله لوب. This can result in MAC database شنو instability. هذا ممكن ان تكون نتيجه للمن لهذه الحاله من اللوب اللي يسمونها الماك داتابيس. كيف انه هذا الماك داتابيس راح يجي يشرح لنا اياها بخمس نقاط. البي سي 1، هذا البي سي 1 بعث رساله send a broadcast frame to switch 2. Does ال PC1 does broadcast when لل switch 2 broadcast. ال switch 2 سوى forward update the MAC address table، سوى update للماك يعني هو does broadcast لهناي، سجل الماك مالته ضمن الماك table على ال switch وحدد ضمن جت الباكيت جت من جهه الفريم العفو جت من جهه البورت 11. السويتش 2 بعد ما هو استلم برودكاست وسجل هاي البرودكاست راح يدزها من كل المنافذ عدا المنفذ اللي وصلت منه لان هي برودكاست. السويتش 2 فورورد ذا فريم اوت اول بورتس اكسبت ذا بورت ذا فريم كيم ان اون، يعني يدزل كل المنافذ باعه عدا هذا البورت باعتبار هي اجت من هذا البورت. راح السويتش 1 والسويتش 3، السويتش 1 والسويتش 3 هاي السويتشين راح تستلم فريم على الترانك اند ابديت ذير اون شنو ماك ادريس تيبل ذات بي سي 1 از ريتشبل ثرو ذا ترانك بورت. وهذا البرودكاست راح يستلمها منه هذا السويتش وهذا السويتش وراح شو يسوي؟ راح يسجل الماك مال شنو؟ مال البي سي 1 باعتبار سوالها فورورد السويتش شنو 2. لهنا ما انتهت المشكله. السويتش 1 والسويتش 3 راح يرسل الفريم اوت اول بورتس اكسبت ذا بورت ات كيم ان اون. راح شو يسوي؟ راح هو وصلته من هذا البورت راح يدزها لهناي، هذا وصلته من هذا البورت راح يدزها لهناي، وشنو يدزها بهذا الجهه. جاي تشوفون انه راح الفريم الكل وين سويتش 1 سيند ذا فريم اوت بورت 2 هذا الترانك 3 عندما السويتش 1 ارسل الفريم على البورت 2 اللي هو الترانك والسويتش 3 updates the MAC address table to reflect راح يعكس that PC1 is now reachable through the port شنو 1. بهاي الحالة انه راح شو يسوي؟ راح الكل ترسل هذه الباكيت وراح تستمر هذه الحالة، تستمر عندي ال send the frame out port 2 واللي هو الترانك 3 والسويتش 3 ابديت ذا ماك ادريس تيبل لريفلكت اللي هو للبي سي باعتبار هو اصلا استلم منين؟ استلم اصلا هو سوى له ابديت من السويتش من السويتش 2، لكن لان هو خلينا نقول استلمها السويتش 3 او السويتش 3 لان استلمها هناي بهاي الحاله وارسلها على الترانك وارسلها على الترانك، فبهاي الحاله انه شنو؟ بهاي الحاله انه عمليه شنو النوب تسجيل صار للبي سي 1. السويتش ابديت ذا ماك ادريس تيبل تو ريفليكت ذات بي سي از ناو ريتشبل ثرو ذا بورت 1. واضح؟ ليش؟ لان احنا قلنا السويتش 1 والسويتش 3 هم سووا برودكاست وتم عمليه، هذا يسموها باعتبار انه انا عندي جاي الماك ادريس للبي سي 1 جاي ايش؟ جاي هاي الباكيت تلوب بين السويتش وتسوي شنو؟ تسوي ريجستر المن للماك ادريس اللي هو الخاص بالبي سي 1. A host cut شنو؟ In a network loop is not شنو؟ Accessible to other hosts due to شنو؟ Constant change the MAC address table.
لان بهاي الحاله انه راح يصير عندي مشكله اصلا حتى بالهوست، ما ممكن ان يوصل للبقيه بالسبب اللي هو كونستانت تشينج، التغيير الثابت بالماك ادريس تيبل، والسويتش اللي هو السويتشات يعني السويتش 3 والسويتش 1 do not know which port to forward the frame، باعتبار انه انا شنو، باعتبار انه هذا استلم برودكاست ودزها لهذا السويتش ودزها لهذا السويتش، رد هذا دز فورورد للكل، فبهاي الحاله انه عندي شنو انستابيليتي للداتابيس للماك، وبهاي الحاله انه الهوست اللي هو البي سي 1 راح يعجز عن ايش، عن الوصول الى ايش، الوصول الى الهوستات البقيه نتيجه شنو، نتيجه هذا اللوب. هذا المصطلح شو يسموه، يسموه الماك داتابيس انستابيليتي، ماك داتابيس شنو انستابيليتي. راح نجي الحالة الثانية اللي ممكن أن يعني تحدث عندنا نتيجة شنو، نتيجة أنه المسألة الثانية نتيجة أنه اللوب على Layer 2. هنا يسموها الـ Issues with a Layer 1 Redundancy الـ Broadcast Storms، الـ Broadcast شنو Storms. هنا يتعرفون أنه بما أنه أنا صار عندي شنو، صار عندي Storms، صار عندي شنو Storms، معناها انه ايش، العفو، صار عندي برودكاست، راح تشوفون حتى الرسم امامكم انه كيف انه راح يعني اشبه بمسميها هنايا، هي ككونها بتعرفون كون برودكاست هي اني تعتبر شنو، تعتبر هذا عيب. ليش عيب؟ لهذا انه بال شو اسمه بالاي بي في 6 حاولوا انه يشيلون هذا المصطلح سموه انيكاست. الستورمز هنا عواصف يسموها راح تحدث عندي من البرودكاست، عواصف. كيف انه عواصف؟ البرودكاست ستورمز سو ماني برودكاست فريمز ان لاير 2، يعني هنا هو نفس الحاله، هي نفس الحاله هنا حدثت، لكن تحدث من جهه الماك راح يكون غير مستقر الماك، او راح الماك يكون بحاله شنو، يعني عملية تحديث مستمر المن للماك، نتيجة شنو؟ نتيجة انه كل مرة انه السويتشات السويتش شنو، يعني نكون السويتش انه يطرع عليه عمليات تحديث على نفس الماك اللي هو الخاص بالبي سي 2 هنا، اذا عدم استقرار للمن للداتابيس للماك، وهذا تسبب لي الريتشبل بالنسبة للهوست من البقية الهوستات. كذلك هذه الحالة، حالة اللوب على Layer 2، راح الـ so many broadcast frame in a Layer 2 loop that use all available bandwidth and make the network unreachable for شنو، legitimate network traffic. يعني تعرفون انه هذا البرودكاست المستمر، هذا احنا قلنا البرودكاست راح يستهلك شنو bandwidth شنو اكثر، راح يستهلك شنو باندوث اكثر، ولما راح يستهلك باندوث اكثر راح شنو، راح انه يعيق عمليه شنو الاكستشنج او الكونكتيفيتي بين الاجهزه. لهذا يقول شنو فور ليجيتي شنو ليجيتيميت نتورك ترافيك، يعني يسمونه قانوني او منطقي، يعتبر الانريتشبل عمليه legitimate network traffic، هذا يجعل الباندوث وميك ذا نتورك ريتشبل ويخليها كلها افيلبل للباندوث اللوب. وهذا يكون اشبه بشنو الدينال اوف سيرفيس الدي او اس، وكان ديفلوب ان سكند اند برينج ذا نتورك داون. هذا يسموه دي او اس، دائما يعتبر من الهجمات، طبعا هذه تعتبر اشبه بالهجمه، يعني راح تفسر صراحة انه ليش؟ لان انه راح يستهلك للباندوث، واكو بعض الفيروسات يشتغل هذا الشغل، وهذه بثواني راح الشبكة وين تروح؟ تروح داون. ليش؟ لان انه انا راح انه يستهلك عند الباندوث، وكذلك انه بالاضافة الى الداتابيس الماك داتابيس انستابيليتي اللي عدم استقرار الماك باعتبار انه
كل مره انه اللوب يشتغل وتتحدث عندي شنو؟ تتحدث عندي الداتابيس الخاصه بالماك تيبل. المساله الثالثه دوبليكيت يونيكاست فريم. احنا قلنا هو راح تسوي تحديث، وراها تحدثنا يعني تحدثنا من جهه الماك مشكلتها اللوب لللاير 2، تحدثنا بالحال بالمساله الاولى من جهه الماك تيبل، وتحدثنا عدم استقراره، وبالحاله الثانيه من جهه الباندويد، وبالحاله الثالثه تحدثنا من جهه شنو البي سي هذا لما ندز لهنايا الدوبليكيت راح تصير عمليه دوبليكيت لنفس الرساله. دوبليكيت ضمن شنو قلنا؟ مثل ما تشوفون هنا عندي هذا البي سي 1 هو اللي ارسله هنا وراحت برودكاست، وعدا هذا ما رجعها، هي اجت من البورت 11، هذا كذلك دزها للكل وما رجعها من هذا البورت، هذا دزها للكل وما رجعها من هذا البورت. هنا يقول لي النون يونيكاست فريم از وين ذا سويتش does not have the destination MAC address in its MAC address table. يعتبر النون شنو يونيكاست فريم؟ شو وقت هذا تحدث عندي او يظهر عندي هذا المصطلح؟ عندما السويتش ما يمتلك destination MAC address، لان احنا قلنا عمليه التشيك للانكابسوليشن والديكابسوليشن لما يشيك الفريم الايثرنت فريم يشيك destination MAC address او اي بي address حتى يتحقق وين تروح الباكيت وموجودة ضمن الماك تيبل أو لا. And it is MAC table and has to broadcast the frame out all port except the port the frame was received on. يعني يسموها increase port. The noun unicast frame sent onto شنو a looped network can result in duplicate frame arriving at the destination device. وبهاي الحالة شنو قلنا؟ الفريم ترسل على شنو اللوب نتورك، لان راح يصير عمليه دوبليكيت لها. هنا يشرح لي انه البي سي ارسل فريم للدس يعني للبي سي 4، البي سي 1 ارسل فريم بهاي الحاله. السويتش 2 اللي هو هذا does not have PCs شنو بي سي 4 الماك ادريس ما يمتلكه in the MAC table so it's forward the frame out all ports including the trunk. شو يسوي بما انه هو ما امتلك دز هذه الرساله لهذا ما موجود، راح يسوي برودكاست على مود يسجله، على مود يحصل على ريكوست ويسجل الماك حتى تبلش عمليه الكونكت بيناتهم. بهاي الحاله راح يواجه مشكله اذا عندي لوب. ليش؟ لان تحدث عندي الحاله اللي تحدثنا عنها. Table so it forward the frame out all ports including the trunks that lead to switch 1 and switch 3. Send the frame to اللي هو switch 1 send the frame to PC 4 هذا هو استلمها كبرودكاست. Does هذا ال S1 does the frame لل switch 4. ال switch 3 also send a copy of the frame over to شنو over the switch 1. كذلك هذا امتلكها بما انه هو لوب دز نفسها، هذا دزها السويتش 1 ورجع السويتش 3 ارسلها النوب وشنو ديليفر ذا سيم فريم اجين تو بي سي شنو 4. هذا يسموه دوبليكيت. ليش؟ لان هو لما ندز هنا ما موجود بالماك تيبل احنا ماخذين شو يسوي دز برودكاست عدا هذا البورت. فبما انه انا عندي لوب فبهاي الحاله هذه الباكت وصلت بما انه هي متصله هناي راح يدزها لهذا البي سي، هذا بما انه انا عندي لوب راح النوب يرسلها. فبهاي الحاله صارت عنده دوبليكيت شنو نفس الريكوست ارسلت من جهه السويتش 1 ومن جهه السويتش 3. هذا كل ما موجود ضمن هذه المفاهيم الثلاثه لللوب على اللاير على اللاير 2. طلاب لا احنا وصلنا لهذا الباكت ريسر اكزامينج ريدندنسي ريدندنت العفو ديزاين، ووصلنا الى السبانينج تري الجوريثم كانترودكشن. طلاب لهنا وصلنا اليوم تنتهي محاضره اليوم لهذا خلينا نقول لهذا الموضوع يعني تنتهي بهذا الموضوع.